احدنا في الصيف نلقاك والفرحة تغشانا. جينا جينا والشوق احدنا في الصيف نلقاك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتين إلى الرحمن. حياكم الله جميعا معنا في حلقة جديدة في صيف القصيم. حياك الله شاعرنا والمنشد ثويني ثويني. حياك الله. الله يحييك ويبقيك. وأحب أهني بالمناسبة ذي جمهور البداية وقناة بداية، وأنا والله صراحة قبل كل شيء منبهر من اللوكيشن هذا صراحه، يعني على اساس يعني كانك ما توقعت انك بس لا لا يعني. وبعدين انا حسبه او لما يعني اشوفه صراحه عبر القناه كنت اتوقع انه بحديقه وكذا، لكن لا احنا رحلنا طيور وقفنا المطار للتجول عشان نخلص اللقاء. لا 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 جميل والله، جميل جدا جدا بجمال قناه بدايه وبجمال جمهور بدايه جمالكم ايضا. تسلم الله يحييك. ونرحب بالمذيع والكاتب احمد الصماني. حياك الله. حياك الله يا احمد. الله يحييك. شرفتنا. نورت. نورك ونور الشباب ونور القناه، ويعطيكم العافيه على الاستقبال وعلى الفعاليات اللي خلال الاسبوع هذا ما شاء الله تبارك الله، اللي الجميع ما شاء الله يتكلم بالابداعات اللي وصلت ما شاء الله جميع منطقه الخليج، يمكن كل يتكلم عن الابداع. صيف القصيم. ما شاء الله. ومثل ما قال ثويني ما شاء الله، اتوقع عصافير نيمات الحين ما ابو عصافير يجون ان شاء الله. لكن تابعت الحلقتين الماضيات؟ ايه اول لا 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 الحلقات تابعت كلها تابعت اكثر يعني. من حلقه تابعت تقريبا قبل 4 ايام حلقه لك. كانت استمتعت يعني؟ اكيد يعني موجود انت زين. يمكن الاجواء كان لها دور. لا 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 خليني نكون صريح، سلطان صراحه الدكتور جيد ما شاء الله، الله يجزاك خير، وكلماتك متناسقه وجذابه. صحيح. ايه بس ما ادري هو عشان يكتبون علي. لا لا عشان الجاكيت انا احنا ليش ما لا حطونا مثلك الان هذا نيله. لا طيب هذا ثواني. لا معليش. طيب درجه الحراره اليوم كم؟ يعني حر طيب يعني. طيب الحين احنا معنا طبعا معنا ضيوف قديرين. اي نعم. معنا اليوم يعني ضيف من العيار الثقيل ما شاء الله. معروف ضيف طبعا هو منشد معروف، وكذلك هو لا ننسى انه دكتور قبل ان يكون منشد يعني، فما شاء الله عليه يعني رجل له اسمه وله صيته وله شعبيته ما شاء الله. معروف هو هو طبعا المنشد فهد مطر، الدكتور الله. فهد مطر يشرفنا الحين والله يحييه. بعد شوي ان شاء الله هذا وجاي بالطريق الله يوفقه ويبي ناخذ راحتنا معه، ونبي نسولف انا وياه ونبي نوريه الاجواء الحلوه ذي، اجواء القصيم والنخيل ما شاء الله تبارك الله، الشيلات الحلوه اللي راح نسمعها هذه ان شاء الله عند الاستاذ عدوين متذوق عن شوي الشيلات اكيد. لكن كم درجة الحرارة اليوم؟ والله تبي الظهر ولا الحين؟ ولا هنا بحديقة؟ والله من بالليل قوايل. ها؟ والله من بالليل قوايل. لا بس لا والله لا والله يعني الآن يمكن هالبراد لا لا هنا غير ترى الجو يفرق هنا. لا شوف اللوكيشن ها؟ والله يحسسك انك فعلا صح. بس ناقص اصوات حيوانات حقت الغابة. طيور قصدك ها؟ ولا لا 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 بالليل احنا ما ابو طيور. لا لو تجونا الظهرية معاهد والله جميل. جميل جدا صراحة، أنا انبهرت من اللوكيشن حتى أنك تشعر أنك فعلا هذا يعطيك قصيد. بس ما يطلع علينا أسد الحين. شوف شوف لا لا هذا يعطيك قصيد. ما يطلع أسد ولا شيء، ترى الوضع مو عاد أبخص هو. على فكرة على قولت الغابات أنا شفت مقطع شو يسوون، يلبسون قناع وجه يحطونه وراء وجيههم، هم يمشون بالطريقه هذه كذا عشان يخدعون الحيوانات. انت بما تكلمت عن الغابات فعلا يخدعون الحيوانات عشان الحيوان ما يدري طرزان مثلا. والله يخدعونه عشان ما تدري انت هو ملقيك وجهه ولا قفاه ولا كذا، فهذه طريقه ذكيه يستخدمونها اللي يدخلون الغابات. جميل. حنا ما ادري علمونا نستخدمه ولا لا ما عليك. طيب انت بهالاجواء ذي الحلوه يعني استاذ ثويني يعني كيف يعني ما جامعك شيء ولا يعني دخل جو بهالشيء يعني؟ شوف بالنسبه للجو انا من الناس طبيعتي صراحه كل رايق لك كتبت الفجر، احب الفجر،
احب يعني الحين دائما يعني انا بعد صلاه الفجر ما انام. ما شاء الله ما انام يعني ما تسهر كل يوم يعني ما تسهر مالك برنامج سهر؟ انا قليل، انا من الناس اللي ينام بالليل. ما شاء الله مستحيل بإجازة وغير إجازة النوم الليل. قبل العيد ضبطت جدول؟ لا الا اصبر الا الا انا شاهد لحظه ثواني معلش انا شاهد علي لا علموا عاد وعلموا الخلق كلهم ثاني العيد بحارتنا ابو اسواق معروفه بحارتنا، فطلعت ما طلعت الشمس مره لا اصادف الغزال ذا. يا سلام شوف عاد يا حول عيونه حمر غدي اي عمري غدي تقلع عيون زين اسلم غزال ما تجي لكن مشى كمل ولا اسكت؟ لا لا كمل يلا نقول جيتها خالتي وزيرتها وما ادري شلون، فيا حول شكله ثلاث ايام منام ايش قال قال سهر يا امي. لا لا شوف شوف صراحه الايام ذي او خاصه ايام العيد بعد رمضان هذا شيء طبيعي كل الناس. انا طيب الحين راح 14 يوم 13 يوم حتى الان شوف متى زين حتى الان يبيل الناس تختلف صح يعني الحين واجد الناس شو يسوي؟ يجيك يواصل يجيك يواصل الحين سبحان العظيم برمضان شلون طريقته؟ الواحد بدايه رمضان يبدا ينام بعد الفجر ممتاز نص رمضان تلقاه لا ينام 8 9 العشرة الأواخر حر معليش معليش أنا يجي معليش يجي أنا أوقات ممكن أواصل وممكن كذا، لكن غالب أوقاتي غالبا غالبا لازم الليل أنا أنام. جميل. وبعد صلاة الفجر حتى برمضان حتى برمضان إلا يوم العيد جانا لخبطة وحين تجيك ظروف لكن لا يمكن أفوت جلسة الفجر، يعني لو تواعد بعد صلاة الفجر ترك اخترت وقت مناسب. طيب بالنسبة لي أنا أقول جاهز السلطان هادي فول شف أصبر نمر الخباز وفوز وفوز فول شف وكبدة وفوق رأس نفود. يا سلام خلاص جهزها هذا ترى راي فطور انا والله عادي على حسابي صدق والله اي والله ترى البيض انا انا بيض ما ببت عليك أنا ماهر بالبيض اكيد مره او مرتين يعني. لكن الغريب ان النوم النوم سلطان والله جيت بقول يعني سلطان الهيبي يعني يجيك اوقات يعني ظروفك احيانا ما تسمح تب تنام في زيارات يعني تكثر الزيارات بايام العيد وكذا طلعات وروحات وجيات يكون برنامج ما تملكه انت خاصه نتكلم عن سلطان خارج الموضوع لانه ما هو متزوج شفت المتزوج احيانا في اوقات ما يملكه يملكون عياله يملك تملكه زوجه وعياله وكذا لان لهم ظروفهم الخاصه انت ما انت ماشي على كيف كل له ظروفه لا شوف معليش معليش سلطان اللي غير متزوج اكثر مرونه اكثر مرونه المتزوج مو على كل حال انا اقول احيانا في ناس بزوجيتك فاضي يغلب صح توصل مشغول لا 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 انا اضم صوتي الحين الحين معلش العريس الحين يوم عرسه احيانا اهله واخوانه وذا مشغولين اكثر من هو هو العريس لا 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 بعطي مثال على كلام معلش كان قاعد اتمه ثواني الحين يقول ناس مع الناس على سبيل المثال تقول ان متزوج في الغالب انا اتكلم في الغالب ايه فرق جديده في الغالب ولا يورالي لا لا مو جديده لا لا ابدا انا قلت في الغالب في الغالب لا لا متحدث في الغالب الان ايه بعض الناس الان يختلف وقته صحيح وخصوصا يعني انت بتقول انه وقته يملك اهله خصوصا راعي الهوايات راعينا هوايات الحين راعي الهوايات هل هو مثل الشخص العادي؟ راعي الهوايات مثل هواة الصيد لهم برنامج يطلعون نهايه الاسبوع احيانا يطلعون يعني 10 ايام حتى يعني حتى احيانا يطلعون 10 ايام 20 يوم للساحل صحيح حجاز يصيدون وزي كذا صحيح قبل شوي في واحد من هواة الطيران يسولف فوضعه وش وضعه؟ وضعه دورات يطلع تركيا يطلع الامارات ف شوف شوف الهوايات ما لها دخل يعني في اشياء لهم ضريبه انا ما بقول دائما قلت القاعده شو هذا؟ احنا نتكلم عن اصول الشيء يعني نتكلم عن امور الاصل شوف دائما الشخص تزوج تغير برنامجه ممكن هذا اذا انت يعني تبتعدل اذا انت بتعطي الاسره حقه في فرق بينه صح صح فرق بانك شخص بيهمل بعد في ناس ما تطيع امه ولا ابوه اعوذ بالله صح ولا لا نقول صح عليه هذا مش بوقته لا غلط عليه انا اقول حتى ما نبي ننقد حق الهوايات الهوايات صدقني انه يعطي اسرته حقه شلون تلقي يتكلم مع اسرته شوف انا عندي الاسبوع القادم عندي صيد طبعا انا مالي بالصيد عندي صيد بيقول لك ها ايوه انتم وش تبون نخلص مثلا موضوعكم وش الاشياء اللي تبونها الان قبل ما اسافر ايش تحتاجون هذا هذا صح المخالف خذ حق واعط حق بالمناسبه ثويني سلطان ولا يهونون مشاهدين
ذكرتني بحاجة مهمة الصراحة، ولاحظة تصير بالأعياد دي وخطأ كبير كبير كبير، ما ياكل أهل الأم يا حول. الأم يا حول. أي والله يا عمري. هي اللي وشلون يجونك الشباب عياله يواعدون أخوياهم ويسافرون بيام العيد ثم تجلس لهم، وهذه كثير. لا لا خطأ. صح. هذه كثير مضحك واضحك قبل العيد. وش وش رأي سوابق. أنت جبت موضوع لهم، وانا دائما انصح الناس وانصح يعني ترى اللي ينصح وتكلم ترى ما معناته انه نقي. صح. لا صح. لا ينصح نفسه الاول. نتكلم عن عموم الشيء، يعني بعض الناس يروح يزور امه، هو صحيح مزاره شلون، انا اشوف بعض الناس يجي اول هلا ما يسلم عليهم ويطلع الجوال يطقطق. صح. بس يوري احيانا مقاطع. شوف في فرق. في فرق في فرق معليش. حتى 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 اللي تقول متزوج يجلس مع عياله وكذا، حتى اللي حتى بالبيت مع البيت ما يطلع يعني. انا ما احب اني اطلع الجوال عند الوالده، مستحيل. لو تدق على والله لو تدق على بيديك ورجيك ما ما ارد قليل حتى طبعًا بالبيت. هذه ند يعني نذكر المشاهدين يطبقونها. لا إيه ليش يا اخي انت طلعت جوال؟ انا الان معليش انا صار لي موقف. ايه؟ واحد من الشباب يسافر من الى المدينه، اول ما مشينا اول ما طلعت سدح المرتبه، طبعا انا اسوق سدح المرتبه طلع جواله. سويت انا اكره الحركه هذه، اكره جلسه مجلس تقعد تنظر جوالك كذا، انا جاي نسولف معك. ها لا ولبق على جنب، قلت شوف يا حبيبي توني طالع من الدير من بريده. صريح الولد. صريح لانه يا اخي احنا باول الطريق. قلت يا حبيبي شوف عندك خيارك الله بين امرين، يا اما اني ارجعك الان للبيت. ها ايوه يعني جوالك تحطه مقطع شوف ترجعه ممتاز. اي ها اي لاني بصير سواق انا بمشي تصور انا همشي واذا جوال لا حد يقول طيب لو مشيت 200 كيلو ما تطلعها ما فيك تراجعها. لا اصعب منه. ولذلك حطيت ما عليه انا حطيت قصيده ايوه موضوع الجوالات ما شاء الله، لاني اكره هذا وانا استاذنكم اني ابي اقول سمعتها اللي اقول به يلي تكلم بجوالك أرجوك بالله كلمني، جيتك وبسأل عن أحوالك صدك وردك يألمني، أدري ما قصدك وأنا قبالك أرجوك بالله فهمني، الواتي وتويتر لحالك ولا التليجرام يجنني، شغلك إذا سناب في بالك هذا الذي صار أهم مني، راحت مجالسنا بأشكالك فعلك إذا ما يمثلني، إذا المجالس بها امثالك عز الله هذا اللي جنبني، عز الله هذا اللي جنبني، عز الله هذا اللي جنبني. فالميك رحت الآن ودخلت المجلس وكلهم يشوف جواله، مشكلة هذه. إيه ممتاز صح عليك. وفي عادات بالمجتمع نسميها العادات الجبرية. إيه. وعادات التقاليد هذه ترى خارج الإطار ذي، يعني هذه دخيل على المجتمع اصلا. صحيح. تروح لامك تزورها تشغل جوالك تقعد. لا من اول بعد بعضهم يجي يفتح الجريد يفتشه ويمشي. لا راح والله لو تنزل الجمعه. والله كان في يعني. اي والله. لا قبل ما الجمعه. يجيب الجريد يفتشه ويمشي. الله يرحم ايام الجريد. اي والله يعني انت الان معليش خلينا نكون صريحين. انا الان لو تكلم معي الحين او الان قدام البرنامج. اول ما يشرطون عليك لا ما علي خلينا نكون صريحين، مو بيقول لا طلع جوالك. طيب ايش رايك انا الان لو يجي الضيف، طبعا ما بقرا اني للبرنامج لا تصور ان تسولفون انا قاعد اطقطق بجوالي انا اضرب طريق يا سلام. لا لازم تجلس معنا الحين في مجلس لما جالس اروح لامه. إيه؟ ديوانيه ما فيه ما ممنوع الجوال طلعوا يزعلون عليك يا اخي كذا يقولوا لك يا الحبيب نظر الجوال وتعال لو هو رد لو خلاص تعودنا لو جينا ندخل وضع الطيران واجلس. ابى اجيب لك طريقه الان لو تحسين بس تبي الصوت. اه يعني يقولون حنا لو بنحط حطينا تلفزيون وخلصنا حنا نبيك. يا سلام عليك. الان اسالك لو تكلم معي يا احمد سولف معي وملا وانت تتكلم معي اسفحك. الا ايش رايك السلطان؟ وش موقفك؟ شينه الجوال نفسه وش الفرق؟ لا في حاجه ثانيه. وش الفرق طيب لمني انت قاعد تضرب الجوال؟ احنا الحين زي ما قلنا معنا الضيف. يعتبر نخبوي ما شاء الله عليه. ما شاء الله. اللي هو الدكتور فهد مطر. فهد يعني صراحه منشد وما شاء الله له كليبات على مستوى وهو بادي تقريبا يعني له اجواء بالاناشيد قبل الشيلات. فهد مطر اول شيء اني انا شخص اعزه وقدره وشخص محبوب
وشخص يألف الشخص نرحب فيها الحين. والله هو الحين على وشك. حياه الله. الله يحييه. يا هلا والله. حبيبنا.